يا رابح، ها قلنا رابح، كي دايره السلعه؟ لا اخويا لا، السلعه القاب ياك ثمن مناسب. ما انا مرتاح، هادو ديالك مرتاح. بني موسي بني موسي، السلعه قابضه والله، يجعل كل شيء تعيد على خير وبخير. صح. والله يعطينا الرخاء، عزيناها الكومبليكس المرجان. هاي البلاصه راها باين. وها العدد ديال البيع، هادو مبيوعين ياك اللي بالزرق، مبيوعين فوق 30 أو مرحبا اخوتي، هنا جينا لهاد البلاصه اللي في سيدي سليمان. شوفوا هاد الرحبه ديال الحواله، هي واش هاد السلاله اللي راه هنا؟ بنيقيل ياك، انقاد ياك، واه مرحبا الخوت. في هاد البلاصه راه كاين واحد العدد كبير ديال اللي دايرين الحواله هنا. هنا كاين الفاخر، عادي هي الباب باش يدخلوا، هي هادي اللي هي عاود كاين الحواله. البلاصه اللي غادي ندخلوا لها الخوت من تكون في الرومبوا ديال مرجان اتجاه ديال سيدي سليمان، تقريبا نزيد غير واحد شويه تلقى داك الكومبلكس اللي راه معروف بركان، اللي كاين تقريبا غير في البدايه ديال الطريق ديال سيدي سليمان. ومفاصله كاين واحد المساحه كبيره هي اللي راه فيها الحواله. دروك اخوتي غادي نمشيو لواحد البلاصه اخرى اللي حتى هي فيها الحواله، واللي ماشي بعيده بزاف على مرجان. غادي نمشيو تما ونشوفوا كي دايره الاثمنه في ديك البلاصه. غادي نحاولوا نصوروا لكم تما بعض الامثله ديال الحواله، شوفوا معنا كي داير الثمن. والصراحه الملاحظ ان الثمن هذا العام طالع بزاف، نتمنوا انه في الايام المقبله ينقص شويه باش الناس تزعم انها تشري. ما بهذه الاثمنه اللي كاينه اليوم صراحه ثمن عالي عالي بزاف. البلاصه اللي قلت لكم الخوت جايه هنايا في سيدي سليمان، غير في البدايه ديال سيدي سليمان. غادي تشوفوها معايا، غادي نفوتوا هذا الرومبوا ديال مرجان، نمشيو للجهه، ما تمشيوش مع الطريق ديال اكليم، تمشيو مع الطريق الجديده ديال الناظور، هي ديال سيدي سليمان، هي هادي هنايا فراهم دايرين الحواله غير في البدايه تقريبا. هنا راه كاينين دوك الملاعب ديال القرب في اليسر، موراهم واحد شويه غادي تلقاو البلاصه فراهم دايرين الحواله. غادي نشوفوا تما نورمالمون هاد الوقيته غادي يكونوا بزاف ديال الناس اللي جاوا يشوفوا الحواله يشوفوا الاثمنه. غادي ندخلوا تما ونقربكم من المعلومات على الاثمنه، على الانواع ديال الاكباش اللي كاينين، الاقبال ديال الناس. المهم تما ونصوروا، هذه هي البلاصه بالضبط الخوت. غادي نتوقف هنا وغادي ندخلوا لداخل. هذه هي الطريق ديال الناظور الخوت، البلاصه اللي فيها الحواله، ومفصل هذا الكومبلكس اللي كاين هنا. هنا كاينه واحد تقريبا واحد القهوه لهي هنايا، فراهم دايرين الحواله في هذه البلاصه. غادي ندخلوا نشوفوا هما الحواله الخوت في هذه البلاصه. راه كاين واحد العدد كبير ديال اللي دايرين الحواله هنا. هنا كاين الفاخر، عادي هي الباب باش يدخلوا، هي هادي اللي هي عاود كاين الحواله حتى في الجهه الاخرى. هما الحواله اخوتي، هنا جينا لهاد البلاصه اللي في سيدي سليمان. شوفوا هاد الرحبه ديال الحواله، هي راكو تشوفوا راهم ياكلوا. واش هاد السلاله اللي راه هنا؟ بنيقيل اخويا، بنيقيل ياك، مربين في تافوغات هادو. ايه مربين في تافوغات، انقاد ياك، ما بين سوق الحد وسيدي بوهريه. وما بين سوق الحد وسيدي بوهريه، هادي هي البلاصه فين مربين. هما راه تبارك الله يبان لي كبار. بالنسبة للثمن شحال راه واصل هنا الثمن ديالو؟ هو الماكسيمو ديال الثمن كان عندنا 5700 درهم. واه يعني الغالي 5700. وبحال لي مويان كاينين ديال السبنيول هي. واه دوك اللي لهيها صغار، هذوك ديال السبنيول ياك. بصح مربين عندنا هنا هادو هنايا، أكثر من 500 اللي عندنا بعدنا. واه كيبان بين 3000 و 2900. صافي. بحال هادو كاين. قول لي هادو، واه هادو باش نعرف. هادو كاين ثمن يعني ديال هكذا ناقص ناقص 5500 درهم. المهم يبداو من 5500 حتى 5700. صافي. الثمن راه مباين. صافي، ها هما الخوت كما شفتوا. المهم الثمن ديالهم هادو 5500 حتى 5700 درهم، هذا هو الثمن ديال هاد الحواله اللي هنا. وما هادو وكاينين هادوك اللي لهي هاد ديال السبنيول، ولكن قلت لي مربيين هنا يا زايدين هنا يعني، زايدين هنا يعني الطبعه ديال السلاله اللي ديال يعني السبنيول. واه السلاله ديال السبنيول بصح الاغلبيه كيكونوا يعني مزوجين هكذا بالعراق المغربيه. هادوك قلت لي شحال دايرين هادوك؟ هادوك 2900 حتى
صاف هذوك 2900 حتى 3000 درهم هذا هو الثمن ديالو. ها هما هنا اه صافي باين ها يا رابح ها قلنا رابح كي دايره السلعه الله اخويا السلعه القاب ياك الثمن مناسب ما انا مرتاح هادو ديالك بني موسي بني موسي السلعه قابضه والله كلشي تعيد على خير وبخير والله يعطينا الرخاء عزيناها الكومبليكس باش نقلب المرجان هاي البلاصه راها باين ها العدد ديال البيع هادو مبيوعين ياك اللي بالزرق سلام الحواله خوت دياولي واه دياولي واه انا لا هذا كله دياولي الحواله قالك زعما هذاك تربع لنا شوف والله ما نمش كان انا ماشي قال لي 490 ثمن واحد 4900 درهم ثمن اللي بغى شي حاجه مرحبا ونفصل الكومبليكس الناس ها انت راه تجي تشري ها تشوف الناس ها كاين الاستقبال كاين الاستقبال الله يا ودي راه بحر الحانوت هادو راه بحر معروف غني عن التعريف ها هو الحوال الخوت يبغى شي حاجه مرحبا روح من هنا تا هو راه بغى يشري مرحبا به سيرنا فيه شوفي ديالي فر هذاك اللي قلت لك فر شوف لي هذا هذا انت اللي كون مراكش مسجل ولا الدواء ياك مسجل هذاك والي هذا وياك لا ما انا هو لا 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 الخوت هادو 4900 درهم راك تشوف شو الحولي كي داير ها هو ديفو عليك بلامك هز ها ها الويس ها كبر دير مو فيديو شد البارش ايوا هاهم الحوال الخوت قل درع الحوله ها كي جيب لك واحد الخريطه الخوت هاد البلاصه اللي راه فيها الحواله انفصل الكومبلكس كاين واحد السيد هنا اللي راه يبيع الفاخر يا الخوت اللي بغى الفاخر يجي هنا راه تبارك الله عنده الفاخر بزاف
الاثمنه غادي تشوفوا معايا. هذه هي البلاصه، راه حنا اون فاس الكومبلكس اللي كاين في سيدي سليمان. هذه هي البلاصه الخوت اللي فيها الحواله، راكم تشوفوا الكومبلكس ديال سيدي سليمان هو هذاك اون فاس ليه هنايا مول الفاخر. ها هو الخوت، ها هو الفاخر الخوت، شوفوا معايا عنده تبارك الله بزاف هنا ديال الفاخر. اشحال قلت لي الثمن؟ شحال شحال قال؟ 110 بالجملة، صاف 8 درهم بالتسقاف. ها يا الخوت 110 بالجملة، صافي السلعة ديال سيدي يحيى. ها هي انفصل من انفصل. ها يا الخوت، ها هو الفاخر اللي بغى شي حاجة مرحبا. ها هو